الشعر والموسيقى عنصران متلازمان، فما من كلمة شعرية إلا ورافقها لحن موسيقي وإحساس معين وعمق ينبض بفكرة ما وبتجل من تجليات الروح. بين الشعر والموسيقى يحلو التجوال، وعند محطات من حياة ومن تجارب متداخلة. نتوقف اليوم من خلال هذا البرنامج لنتعرف عن الطيب وعلاق، هو مسار ملهم لنفس غنائي ترجمته فرقة عيون الكلام ورددت ألحان كلماته أمال الحمروني. والناصر الرديسي مسار آخر تربى من خلاله فعل الوفاء للشاعر الراحل بالجسم اليعقوبي، هو صوت يأتينا من عمق الجنوب ليعري حقائق الحياة. يرافق الشاعران عادل بوعلاق، وهو مسيرة فنية متعددة ومتنوعة تراوحت بين التجربة الذاتية والتجربة الجماعية في إطار مجموعات فنية أبرزها فرقة أجراس التي ارتبطت باسمه. وبين هذا الجيل المسكون بالكلمة واللحن والمتمرد عن السائد نجد الشاب هيثم صمود، وهو ينحت مشوارا فنيا له، وهو مازال يتحسس طريقا له ومازال يعد بمستقبل واعد. بين الشمال والجنوب سنتجول في رحاب الشعر مع الشاعر الطيب وعلاق وشاعر النصر الرديسي، وبين العزف على آلة العود والعزف على آلة الجيتارة سنتراوح مع الموسيقي عادل بوعلاق مؤسس فرقة أجراس والعازف هيثم صمود. مرحبا بضيوفي الكرام. باش نبدا حواري اليوم المتنوع واللي باش يتراوح فيه ما بين موسيقى وما بين شعر مع الضيوف، باش نبدا من الاول مع الطيب وعلاق. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. في البدايه باش تحكي لنا شويه كيفاش بديت معناها مسيرتك الشعريه. نعرف مبدئيا انك ما نشرتش معناها دواوين شعريه، لكن تكتب الشعر، والشعر نتاعك او الكثير من الاشعار نتاعك كانت موضوع معناها تلحين من عيون الكلام. على كل الكتابة بدأت كما التجارب الكل، كما الناس الكل لازم تمر مراحل في مراحل معينة. بدأت كتابة قصيدة العربية الفصحى، ثم تحولت في مراحل أخرى، تحولت إلى مشروع في علاقة بالمفردة العامية وفي علاقة بالشعر العامي، وأصبح هذاك المشروع، أصبح المشروع هو الاشتغال على القصيدة العامية. في القصيدة العامية الموجهة للأغنية، زادا الموجهة للأغنية في جانب منها موجهة للأغنية، لأنه هي عندها قنواتها الخاصة بها، باعتبارها أنها تمر عبر حنجرة المغني وتمر عبر لحن وتمر عبر وسائط أخرى مختلفة على القصيدة الموجهة مباشرة للمتلقي. وبالتالي العمل على النص الغنائي عمل عنده خصوصيته، عنده خصوصيته مختلف على الكتابة اللي تكتبها مختلف. مثلا في لحظة من اللحظات تكتبها فقط ومن بعد نجم تنشرها مثلا المتلقي عام. اي هكا يعني في الأخير مختلفة صحيح، لكن تبقى ديما محافظة على جانبها الشعري، وهذا كان المشروع. المشروع اللي عندك مع عيون الكلام. مع عيون الكلام، يعني الاشتغال على الكلمة في بعدها الشعري وفي بعدها زاد الوظائفي الآخر اللي يؤدي معناها للأغنية. باش نشوف توا كما قلت في مقدمتي أني باش نتنقلوا ما بين الشمال والجنوب، ونقصد أنك أنت من الشمال وناصر من الجنوب، ناصر من جابس وأنت من تبربة. باش نمشي للجنوب ونشوف ناصر الرديسي، وقتاش بديت تكتب وكيفاش بدات تجربتك معناها الشعرية؟ بدايتي ما نذكرهاش، بديت ملي أنا في تلميذ في بدأت معناها البداية، معناها واحد يبدأ من الصغر وبعد تبدأ تتطور معه الموهبة هكي تاع الكتابة. لكن أعتبر روحي بديت نكتب عندما اختلطت بالجسم يعقوبي آدم فتحي في تجربة أعمال مجموعة البحث الموسيقي. حسيت للي ثم طريقة أخرى متاع كتابة، ثم شكل أخر متاع كتابة، ثم محتوى أخر متاع كتابة. كنا من مؤسس مجموعة أثاق موسيقية مطبية، كنت مضطر مش نكون أنا اللي نكتب النصوص لمجموعة أثاق في وقت اللي غايبة فيه النصوص. كانت تجربتي انطلاقت مع مجموعة أثاق، هي مجموعة في الجنوب. نعم، أسست في المطوية تحديدا سنة 85، ومن بعد تاني ما توصلتش المجموعة هذه على خاطر أغلب العناصر من خرجوا خارج البلاد، خارج تونس. نعم،
لين جت انا معناها التحاقي بمجموعه البحث الموسيقي الطبيعي في وقت لاحق في مرحله معناها لاحقه التحقت بمجموعه البحث الموسيقي. وما زلت مع مجموعه البحث الموسيقي؟ نعم مع مجموعه البحث الموسيقي. الكتابات كنت تلمذت على يد بلقاسم اليعقوبي، كنت محظوظ وكنت معناها ملازم لبلقاسم اليعقوبي يوميا بجنبه، معناها بلقاسم هو اللي صلحني، بلقاسم وجهني وانطلقت التجربة. طيب ناصر، انت عندك ديوان شعر اسمه قمري، قمري 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 قمري، خلينا نقول اني بالقاء بالقاء معناها نتاع جابس وبالقاء زاد نتاع الشمال. هذا معناها ديوان معناها الاولاني، هذا برك فقط عندك. نعم هذا صدق. وفي نفس الوقت انت حكيت على بلقاسم اليعقوبي اللي مره اخرى من خلال هذا البرنامج نوجه له تحيه، ونوجه تحيه لاهله فينالمون، خاطر هذا الشاعر معناها فقدناه في مرحله معناها معينه في ظرف معناها صعب جدا. باش نرجعوا معناها للشاعر بلقاسم اليعقوبي، باش نرجعوا لظروف الوفاه نتاعو من خلال هذه الحصة، لأنه يوم غد أيضا من خلال جمعية شكري بالعيد للفنون والإبداع هناك تكريم خاص لهذا الشاعر الذي توفي في السجن كما قلنا في حصة سابقة. بلقاسم اليعقوبي تم معناها تجميع القصائد متاعه في ديوان ليام فرقة. وبالنسبة لبلقاسم اليعقوبي أيضا رافق في مرحلة من مراحل حياته فرقة البحث الموسيقي ولحن، ومعناها كانت عنده قصائد تم تلحينها من هذه المجموعة الموسيقية. باش نتعرفوا في نفس الوقت مادامنا مازلنا في بداية الحصة على ضيفينا الكريمين الآخرين، باش نشوف عادل بوعلاق. عادل الرحلة معك طويلة بالنسبة لي على الأقل. عادل نعرفك بلي أنت صغير بلي دخلت الجامعة، ونعرف عادل مغروم بالموسيقى، وعادل عنده باركور مخضرم خليني نقول. دخل قرا شويه سوسيولوجي، ومن بعد ما عجبتوش السوسيولوجي مشى للموسيقى، ومن بعد رجع للسوسيولوجي ورجع للموسيقى، وبقى ما بين علم الاجتماع وما بين الموسيقى معناها يتراوح، لكن المسار نتاعو مسار كان واضح، كان مسار موسيقي. كانت عندك تجربه هي تاسيس مجموعه معناها اجراس، من الاول بديت وحدك ومن بعد مجموعه اجراس. لو كان تعطينا هكا بسطه اخرى، يعني تقدمت لك يعني اكثر ما خليتكش تقدم روحك، اعطيتك ديبي. ممكن نجم نبوب المراحل اللي تعديت بها في مجال الموسيقى الى ثلاثه مراحل. ثم مرحله ما قبل البكالوريا اللي هي في مدينه مكثر سليانة، حيث كنت مدينه مكثر ولايه سليانة، حيث كنت تلميذ مولع بالموسيقى في الكورال نتاع الاطفال في السنه الخامسه ثانوي نتاعنا بالنظام القديم. في أول تجربة الأغنية الملتزمة وأول عقاب أخذيته في المعهد، لأني لحنت قصيد مراقش للمدير المعهد وقتها، وأشكره بهذه المناسبة لأنه هو اللي اتضح لي طريق، أعطاني أسرار قوة الفعل الصوتي الموسيقي في التأثير. من وقتها معناها بدأت فكرة الأغنية الملتزمة والموسيقى الملتزمة. بعد البكالوريا مشيت لعلم الاجتماع، وكان ذلك يعني فرصة أني التقيت بعدة مجموعات وفرق موسيقية. فرقة الجسر أسسنا زادة مجموعة السيد درويش للموسيقى، السيد درويش للموسيقى فل من العناصر اللي كانت في نفس الوقت عندها. هذا في الثمانينات، هذا آخر ثمانينات، 88 89 90 كانت مجموعة السيد درويش. ثم مجموعة الجسر مدة سنتين. عام 92 هي أول تجربة لتأسيس مجموعة أجراس، وفشلت التجربة لأنه منعت، وكان ذلك في الجمعية الثقافية في الجمعية. كان مهدي مبروك هو مدير الدار هذيك، وشهد على المهزلة اللي صارت أنه وقع منع المجموعة أنها تتكون، وهي مجموعة فيها شباب وأطفال. شباب وأطفال وقتها، وكانت ستلفق لي تهمة تغرير بالأطفال توجه سياسي. ونتذكر أنه الفترة هذيك هي الفترة الحاسمة في مسألة البقاء، يعني نتذكر أنه
الهجمة الشرسة على المجموعات الموسيقية المجموعات الموسيقية الملتزمة من شعراء ومن موسيقيين فترة من 92 إلى 95 محاكمات واعتقالات وثم شكون خرج البرة ونذكر أن البحث الموسيقي عناصر منها زادت دخلوا للسجن في الفترة ذيك فأجبرت أني نلتحق بالحماين بيه بطريقة سرية وبقينا نقابله في بن عروس في دار يعني الأولاد اللي أولاد قبي بفرير قبي نتلموا غاديك ونمارسوا موسيقتنا إلى حد 95 كان ثم أشياء ممكن لأول مرة باش نذكرها أنه يصير لقاء بيننا وبين منير فلاح وقتها مدير دار ثقافة ابن خلدون وفي نفس الوقت عنده وظيفة في التلفزة والمنشط الذي افتقدناه أيضا وهذا ممكن من الأسرار اللي الناس ما تعرفهاش نجيب الخطاب الله يرحمه فصار اجتماع سري لإعادة الاعتبار للأغنية الملتزمة بافتعال عيد ميلاد الحمائم بيض 15 قرر نجيب الخطاب أنه يعرضه بطريقة مفاجئة في التلفزة احتفالا بالحمائم البيض في عيد ميلادها 15 الله يرحمه هذا الناس ما تعرفوش ولكنه صار فما برشا حاجات من الأشياء كيف هكا الناس ما تعرفش ما اليوم مهم أن نقولوها في دار ثقافة ابن خلدون كان يعني جات يكيب من التلفزة ونجيب الخطاب وعداه يعني حلقة كاملة موجود فيها الحمائم البيض واحتفال بالعيد ميلاد 15 بالذكرى 15 وفاجأ به الجميع في سهرة ليلة السبت فنقول أنه كان ثم حراك كان رغم القمع ورغم الوحدة ثم ناس كان ثم حراك كان عندها دور هكا ولا هكا ولكن في نفس الوقت كان ثم حراك مضاد أنه نتهم بأننا لا نفقه في الموسيقى أنا وقتها من علم الاجتماع صارت لي زادة إشكاليات في قسم علم الاجتماع ومعروف على إيش انتقلت من بعدها المعهد العالي للموسيقى تكونت ولكن بقى هاجس علم الاجتماع ولكن وظفت هذا كله في إطار خدمة الثقافة والفن هذه المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة اهتمامي بالجماليات الاستيتيك كملت في علم الاجتماع الثقافة والفن ثم كملت في فلسفة الفن وتخرجت من غادي معناها من كلية 9 أبريل على أساس أني توا ندرس في الجامعة باعتبار فلسفة الفن هذا في خدمة المجال الموسيقي واعتبرت أن الالتزام لا يكفي تلحين الكلمة فقط حتى الصوت وتشابك الأصوات وفن الصوت هو شكل من أشكال التعبير وهو أحيانا أخطر لأنه يتجاوز سلطة الخطاب وبدأت التجربة الفنية النظرية في مجال علم اجتماع ثقافة الفن وفلسفة الفن هذا بيتنا رجعوا له معناها عادل نحب نشوف الشاب اللي بحذية هيثم صمود هو عضو في مجموعة البحث الموسيقي من قليبيا لو كان هكا تعطينا كيفاش دخلت لهالمجموعة هذه وقتاش بديت تعزف على الجيتار لا هو مش في هو شاب ينشر في دار شباب قليبيا دار شباب ولكن عنده غرام بمجموعة البحث الموسيقي لا عندك غرام بمجموعة البحث الموسيقي يعني في بالي أنك موجود معناها مع الفرقة هذه أحكي لنا على هيثم صمود من قليبيا بديتها من لي أنا في الروضة كنت ديما متى الحفلة متاع الروضة نغني فيها أنا تغني معناه نغني مش كنت تعزف اي عارف بديت نغني وبعد تعلمت نعزف دونك ما كنتش مشجع برشا بيسكو انا نغني على الاكثر اوكسيدونتال مش اورينتال شويه على زاد الجيتار اي بشويه بشويه وصلت لعمر معين وفرضت روحي العمر المعين هذا شنو قد ايه 4 سنين التالي دونك 15 نورمالمون 15 سنه معناها انت عمرك 20 بريسك بلسك معناها
مش خاص نرجع 20 سنة عمري. دونك فرضت روحي بديت أكل لي في قهاوي في دي ريستورون غني. فرضت روحي بشوي بشوي. بعد عرفت جماعة دي جيتاريست وكل عملنا جروب. بدينا نغني وكا في دور شباب وكل. أما وميم طون خاطر عندي قرايتي أنا. على ذيك ما تمنيش شد برشا في الموسيقى على يمين. توا سنة عملي ولجحت باك أنا. سنة برميرة أنا إلكتريسيتي أبليكي. إلكتريسيتي أبليكي. تفهم في الضوء معناها في الحقيقة. مريكي. عمالة تصير مشكلة في الاستديو تحل لنا المشكلة. مريكي. باهي باش نسمعوك باش نتعرفوا عليك أكثر. هيثم وأنت كما قال ناصر عندك غرام بمجموعة البحث الموسيقي، ممكن أنك نهار من نهارات ممكن معناها تجتمع بهم أكثر وتقرب منهم أكثر وممكن تزيد تتعلم وتتغذى معناها تجربتك الموسيقية. اليوم احنا معناها 1 فيفري الحصة هذه باش تعدى في نفس هذا اليوم، ومنذ حين ذكرت أنه يوم غد فما تظاهرة كبيرة تعملها جمعية شكر بالعيد للفنون والإبداع، والجمعية هذه باش تكرم من خلال هالعمل أو التظاهرة اللي تعملها غدا باش تكرم مجموعة من الفنانين في مجالات متعددة. لكن اللي يهمني بالنسبة لي اليوم أنه تكريم بالقاسم اليعقوبي نحب نرجع له معاكم الاثنين، لأنك أنت سمعت هذا شعر تذكر فيه بالقاسم اليعقوبي، ما باش نرجع لك أنت ناصر. بالقاسم اليعقوبي ربطتك به تجربة وكنت ترافقه، وبالقاسم اليعقوبي له معناها ذكريات كبيرة في ذهنك. وبالنسبة لي بالقاسم اليعقوبي أيضا رافقنا في الجامعة حتى عادل، معناها كانت عنده العلاقة هذه، معناها كنا احنا الأربعة توا نجم نقول عنا نشتركوا في هذه العلاقة مع بالقاسم اليعقوبي اللي كان يجي يلقي شعر في الجامعة التونسية، اللي عرفناه من خلال معناها نصوصه الشعرية، عرفناه من خلال التزامه. ومن بعدين وقت اللي توفى في السر الناس الكوليكا بقينا تسائل، وناس الكوليكا اتألمنا كما معناها كما تألمنا على الفاضل الساسي الله يرحمه، كما تألمنا على شكري بالعيد، كما تألمنا على كل معناها اللي رحلوا واللي عندهم بصمة معناها معينة في ذاكرتنا وفي مخيلنا وفي مسيرتنا معناها الحياتية بشكل عام. بالقاسم اليعقوبي وليان فراقة، أعطيك ليان فراقة أنت بالقاسم اليعقوبي اليوم بالقاسم اليعقوبي هو مشروع، هو يحمل مشروع ثقافي خاص جدا. بالقاسم اليعقوبي هو الشاعر، هو الرسام، هو النحات، هو الكاتب المسرحي، هو المسرحي. بالقاسم اليعقوبي هو الإنسان. بالقاسم اليعقوبي فيه الخصال الكل، قدم على حساب حياته، على حساب عائلته، على حساب قوت أطفاله، قدم بالقاسم اليعقوبي إلى كل إلى تقريبا إلى كل المجموعات الموسيقية. مجموعة البحث الموسيقي أسس مجموعة أثاق كان من المؤسسين متاعها فرقة الشراع بيابس، من كانت لا بصماتها في فرقة الجسر. الجسر نعم. كان له مشروع موسيقي مع رضا شمك، مع الزين الصافي، مع أولاد المناجم، مع فرقة عشاق الأرض، تقريبا كل المجموعات الملتزمة. بالقاسم اليعقوبي كان يحمل مشروع كبير وكبير جدا، لكن للأسف بالقاسم اكتمل الحلم. بالقاسم اللي عاش تحت حصار غير عادي، انطلاقا من سنة 91-92 كان متبوع بشكل مباشر من السلطة، كان مهرسل. بالقاسم شرد وشردت عائلته. بالقاسم صار متبوع، وكلما دخل السجن إلا ويتم هناك بعض القضايا اللي هي قضايا عادية، وهناك بعض أغلب القضايا هي ملفقة. إلى أن جاء وهذا اللي معناها اللي كان يستعمله بن علي في وقت من الأوقات، أنه يلفق تهم للعديد معناها من المناضلين، وهذا الحصار اللي عملوا. والحصار هذا مش بالقسم، حتى بعد ما مات يوم 24 أفريل، معناها صدف اليوم العالمي لمنهضة الإمبريالية. يوم 24 أفريل 2001 بالسجن المدني 9 أفريل. وبعد الثورة حصلنا على الوثائق، وأنا معي وثيقة اللي هي معناها تكذب كل ما قيل عن
عن ظروف وفاة بيجاسي. قبل ما نقدموا ناصر الوثيقة وقبل ما تحكي على هالوثيقة هذه، نحب نذكر معناها السادة المشاهدين أنه بالقاسم اليعقوبي هذا الشاعر اللي من الجنوب اللي معناها كان يكتب شعر ملتزم، توفى في سجن 9 أفريل يوم 24 أفريل كما أنت معناها ذكرت منذ حين، لكن توفى إثر إضراب جوع. والإضراب نتاع الجوع هذا اللي عمله بالقاسم اليعقوبي اليوم زاد للذاكرة خلينا نقولها وذكرت الشعب التونسي، وباش يعرفوا الشعب التونسي قديش فما من مناضلي اليسار اللي دافعوا على الإسلاميين، لأنه إضراب الجوع نتاعو عملوا تضامن مع الإسلاميين في السجن في تلك معناها الفترة، وعمل إضراب معناها جوع وحشي وعذب في تلك معناها في ذلك الإضراب نتاع الجوع اللي في الأخر بيقول لك بعدها معناها توفى أو إثر هذا الإضراب توفى. نعم تفضل. شنية الوثيقة وشنو بالضبط معناها ما يمكن أنك تقوله ناصر على بالقاسم مروجة الموت نتاعو؟ مروجة وأن بالقاسم اليعقوبي مات في ظروف عادية جدا، عادية وغامضة غامضة، لكن حصلنا على علاش نقولوا غامضة ناصر؟ علاش خلينا نوضحوا لأنه معناها حتى الثبوت نتاعو ما تحلش، ما لازمش يتحل وقتها، وكتبوا عليه معناها كتبوا على الثبوت معناها اللي هو مات بمرض معين لكن الوثيقة اللي حصلنا عليها هي محضر البحث حاكم التحقيق اللي معناها من حسن طالع أو معناها الحاكم التحقيق هذا خدم خدمته اللي حط فيها معناها ظروف الموت نتاعها هي معناها قتل مع سابقية الأضمار، عنف نجر عنها كسر في كذا وكذا كذا اللي حط حاكم التحقيق. باش نقرأ النص كامل طويل جدا. مش نص كامل فينا العنف. نرجع للوي مش نلقاها بالضبط، ولكن سنحاول. هذه أعطت إذن بالدفن. الوثيقة هذه معنى أعطت إذن بالدفن، لكن في الوثيقة هذه موجود أن القاسم اليعقوبي تعرض إلى عنف أدى إلى معناها وفاته، نزيف داخلي أدى إلى موته. هذه الظروف. والوثيقة هذه تحصلت عليها وقت إيش ناس؟ حصلنا عليها بعد الثورة طبعا. هذه في ترهب الوثيقة في تحصلنا عليها في الذكرى 11 لوفاة بالقاسم اليعقوبي في الذكرى 11 في الذكرى 11 نجمة الوثيقة هذه تخرج معناها من الأرشيف وتصل إلى معناها أصدقاء ورفاق بالقاسم اليعقوبي باش معناها يعرفوا في نهاية المطاف كيف توفي، ويمكن هذا اللي يفسر السبب نتاع أنه ما يزمش الثبوت نتاعو يتحل ويقع دفنه معناها مباشرة إثر خروجه من السجن. هو صدف بالقاسم اليعقوبي من سوء طلعة، هو حي وهو ميت، وأن الملف تكفل به الشهيد شكري بليد ليفتح ملف اغتيال بالقاسم اليعقوبي، لكن يد الغدر كانت أسرع على التحق شكري بليد بالقاسم اليعقوبي اللي أسف أكثر حتى بعد وفاة بالقاسم من سنة 2001 تم من تتبع عائلته أنا محاصرت عائلته. زوجة بالقاسم اليعقوبي اشتغلت وإلى حد هذا اليوم حتى بعد الثورة ما زالت تشتغل بائعة متجولة في الأسواق، لها بنتان متخرجتين منذ 8 سنين بهية وبهية ودلال وذو نضال ما زالت تكمل الدراسة نتاعها. مرة أخرى نرفع صوتي أن يشمل العفو التشريعي العام الذي شمل حتى الإرهابيين وتمتعوا بعفو التشريعي العام إلا عائلة بالقاسم ما زالت تحت الحصار، ما زالت مجوعة، ما زالت تعيش ظروف اجتماعية قاهرة. بالتالي معناها هذا نداء متجدد إلى الجهات المسؤولة وخاصة وزارة الثقافة اللي نتوجه لها أنا هي بالذات لما قدمه بالقاسم اليعقوبي من عمل الثقافي لفائدة هذه البلاد ولفائدة هذه الثورة. على كل الله يرحم بالقاسم اليعقوبي ورب يكون في عون معناها زوجته وأبنائه إن شاء الله معناها يلقاو تعويض ولو معناها معنوي بسيط معناها، والتعويض حتى من خلال الحصة هذه راهو نوع من التعويض اللي نقدموه لعائلته ونقدموه وفاء معناها لذكرى. في الإطار هذايا نحب نرجع لك طيب، شنو ممكن تقول شعرا على بالقاسم اليعقوبي؟ شعرا هو ذكرى بالقاسم اليعقوبي. بالقاسم اليعقوبي هو دائم الحضور في شعرنا، في تجربنا، في أغانينا، في المشهد الثقافي،
لذا كان من ذكر نص هو بالقسم اليعقوبي حاضر في نصوصي أكثر من في أكثر من نص في أكثر من نص سمعت حاجة أي في 2004 كان نص خاص مهدى الروح بالقسم اليعقوبي شو يقول؟ يقول مازال حي يغني ومازال بين الجرح والكلمات طالع هذا النجمات يا ليل اسمع مني من شاف وطن محني وصغال قمرة تغني وريح هذا جوابات ما تقول عنه مات هالخط في كفك هاته حطه على الخط في كفي وهالصوت من تحت سكاته طالع طير وريشه مصفي يا صوته يا رفيق حياته عدي على الغيبة اللي خداته فكه من ليل الظلمات وفي الكلمة الفجرية هاته هاته يا صوته بالراحة هاته للدقلة الدرجاحة وطت تتهجى في جراحة شرقت بعسلها كرات هاته يا صوته من نيدة للنجمة والقمر تعيده وللريح اللي تشبه تنقيده تغسل هفتها بدمعاتها هاته في الكلمة الفجرية يجرح له في الصخرة ثنية وينبض في قلب الحرية ويشعل في الجمر ولسعاته ولو نايم هاته من نوم هاته يكسر فينا اللوم أمس يتوجع في اليوم وغدوة متكتم في ذاته يا صوته يا صوته هاته يا صوته هاته ينبض في قلب الحرية هاته يكسر فينا اللوم ناصر كيفاش ترد؟ أنا نقول له مازال عندنا كلام باش نقوله ومازال فينا دم باش يكثر ومازالت راياتنا مثل جده مرفوعة ومازال فينا هالوطن المعطر نحب نقول إلى كل من كذلك عاش ظروف القاسم طلبة من اللي عرضوا إلى كل شيء إلى كل أنواع التشريد والقمع في عهد الدكتاتور والدكتاتورية نقول لهم تتذكرش ماما حكي لي وقولها شريت وكان طوالت بك المدة وتواريخ جميلة نسيت تتذكرش ماما حكي لي وقولها شريت يا مسهرتي ليالي طويلة تحت جناحك تمديت نعطش تمدي لي صدرك نلقى حنانك من هربيت تتذكرش ما محكي لي وقول شريت وانا نبدل في خطواتي خايف في ثوبك شديت وانت تقولي بابا استنى قلبي تهنى وبعد مشيت وتعالت ضحكات اخواتي على مشياتي حتى جريت قلت لك ماما شوفي يدي عندي تددي وبعد بكيت بالبسمة عالجتي وجاعي ودهنتي راسي بالزيت تتذكرش ما محكي لي وقول أشريت أول ما حليت كتابي معاي أصحابي ومنها قريت وكبرنا مع كبر الكراسة في الدراسة علو مخديت وانت تقولي بابا واصل هذا حاصل توا بديت تتذكرش ما محكي لي وقول أشريت لكن طالت بي ثنايا دون دراية فيها غديت من غادي تبدا الحكايه مع الوشايه لين عييت قالوا لي جحد هالنعمه لازم تعمى وانت تعرف واش كليت تتذكرش ما محكي لي وقول شريت تتذكرش ليله دمسه حديث الهمسه قدامك ماما تهزيت قدامك ماما هزوني وسبوكي ماما وسبوني وانت بكيت وداروا لي سلاسل في ايديا وعملوا فيا وتجريت تتذكرش ما محكي لي وقول أشريت تتذكرش نهار الجلسة دخلوا خلسة وهزيت يدك ودعيت ما شافوا حرارة دمعاتك وعز حياتك ورا السور العالي تحطيت تتذكرش ماما حكي لي وقول أشريت تتذكرش نهار زيارة وتقصى حرارة ومنعوكي وانا مدريت وتعدت ساعات طويلة يوم وليلة لنحلوا الباب وطليت بعينيكي ماما شفتيني ومحضنتيني
دقائق معدودة شاليت تتذكرش ماما حكي لي وقول شريت كان نحكي ماما اللي صار ليل ونهار والدم معلق في الحيط تتذكرش ماما حكي لي وقول شريت اللي شفته ماما كافي صار لسلافي وشي كبير بعيني ريت تتذكرش ماما حكي لي وقول شريت اللي شفته ماما حكيه وخلي الناس كلها تحكي حتى نرجع لك للبيت وكانك تنسى ولا تخاف أنا نحكي يا ماما عمري ما نسيت يا ماما عمري ما نسيت يا ماما عمري ما نسيت موجعة جدا صح يعطيك الصحة موجعة جدا ناصر وما نلقاش اللي بدي كلامية عليها كلمة باش نقولها عادل أنت تكريم بالقسم اليعقوبي شنو ممكن تهديله أنا عرفت بالقسم وأنا طالب وعرفته كانت أول تجربة وقت اللي أنا وبالقسم اليعقوبي وزهير لجمي قررنا باش نأسوا مجموعة السيد درويش وبالقسم كان أكثر واحد يعني حركي وعملي في الأشياء هذه فتلقاه في كل المجالات هو سباق بالقسم ما خرجش من أسوار الجامعة مع الطلبة وما خرجش من الاتحاد العام التونسي للشغل مع النقابيين يعني كان لابد من وجوده في هذا كل في المشهد هذا كله فنتذكر أنه من بين الأشياء اللي بقات لي في الذاكرة في سليانة مع الاتحاد العام التونسي للشغل بالقاسم يعقوبي حضر تظاهرة كاملة وحده من كتابة لبوندرول للنصوص اللي باش تتوزع كل شيء يقوم به بالقاسم يعقوبي إلى جانب تأثيثه للحفل اللي باش يتقام نتذكر أنه صار حصار ومنعت التظاهرة بعد ما توجدت كل هالأشياء المادية اللي حضرها بالقسم فكانت الفكرة الجهنمية متاعه مع بعض الرفاق في سليانة أنه ثم عرس العم واحد من الأولاد خارج سليانة ببعض الكيلومترات يعني في الريف فقال بالقسم لازم تتعمل التظاهرة في العرس وحول العرس كله بالطبال بتاعه بالوحد وكان هو همزة الوصل بيننا احنا اللي جايين من الجامعة وجايين والاهالي غديكة فشوف بالقاسم ود الجنوب هو اللي قام بتحويل وجهة كل شيء في اللحظة هذه في الشمال عمل تحويل وجهة في الشمال ولكن كان نجاح رهيب للتظاهرة وللعرس في نفس الوقت والوحيد اللي تشد من بعد يعني ماضي ساعتين تعليل وقت اللي مروحين عرضونا بالواحد اللي تشد هو بالقسم تشد معنى شدوه الشرطة فبعد ما خرجت سألناه شنو التحقيق معه قالوا لي كيفاش انت من الجنوب اش تعمل في الشمال قال لهم هل بد من تأشير الدخول الى وطني تونس يعني الشمال او الجنوب ما عنديش حق في التجول معناها جهه يحتاج فكان عندك المواقف الطريفه وكان عملي بالفعل عملي ومخه ديما يخدم في سبيل انجاح تظاهرات الطلبه تظاهرات الاتحاد العام التونسي للشغل تظاهرات في دور الثقافه يعني ثم دور ثقافه ما كناش نصوروا انه بالقاسم مره عبر تلك الدور وخلى فيها أثار على الأقل في الحيط يكتب كتيب كانت عنده كتابة حائطية على الحائط معروف بها بالقسم القلم لا بد منه يعني الألف ديما هي قلم للكتابة عن بالقسم فهذا كله خلى أثاره في طريقتنا حتى في ممارسة
الفن والحياة بعد بالقسم. طيب هذا مهم جدا باش الناس اليوم تعرفوا، لأني باش تعرف على الأقل المشاهدين يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا يعرفوا أنه فما طرق نتاع نضال، فما طرق نتاع مقاومة، فما ناس معناها ناضلت في الخفاء، فما ناس معناها ضحات عدات، معناها تعدت بالقمع، تعدت بالتنكيل، تعدت بكل معناها الظروف معناها اللي كنتوا حكيتوا عليها الكليكة، باش اليوم لقينا رواحنا أنه وصلنا المرحلة اللي نجم نحكيه فيها على هالتراث هذايا، ونحكيه فيها على هالذاكرة هذه اللي موجودة، موجودة في دخلنا، موجودة في الصور معناها المخيالية اللي بنات معناها ذكرتنا حول معناها أيام أو سنوات الثمانين وسنوات التسعين، وكيفاش الثقافة بشوية بشوية والانحصار، وانت عادل كنت تحكي كيفاش من 92 إلى 95 كان حصار كبير 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 باش هالساحة هذه تيقع إفراخها. اليوم نقول أنه بعد 14 جان في الساحة هذه بسيقع ملأها من جديد، وبش يقع فرز معناها الأوراق داخل هذه الساحة. نحب قبل ما نمشيه لأي حاجة أخرى، مدامنا مازلنا نحكيه معناها محور آخر، مدامنا مازلنا نحكيه على بلقاسم اليعقوبي، شنو ممكن تغني بلقاسم اليعقوبي؟ مش بالضرورة معناها شعر لي هو، معناها حاجة أنت ممكن تغنيها إهداء ليه والعائلته ولبناته. كلمات كتبها طاهر الهمامي الله يرحمه زيدا في 8 مارس 89. كلمات عنوانها غصة. ممكن قوة الشعراء أنهم ينجموا يكتبوا قصيد ما نفهموه كان بعد 20 سنة أو 10 سنوات. فبش نسمعوا كلام اللي ممكن عبر على العامين اللي تعدينا بهم، هالغمة اللي تعدينا بها، عبر عليها طاهر الهمامي في 89. قلبي تتعبى بالملح عيني، كنشوفك يوجعني قلبي تتعبى بالملح عيني، كنشوف راسك عالضو مخبي والعقل مكتف يا وخي، وجهك الاخضر والكبي والصغر الغالي تفيا، نشوف وجهك الاخضر والكبي والصغر الغالي تفيا، كنشوفك تجري وتتكبي وتلبي وتقولي شوي، عيت يا تونس يا حبي ننجاتك هالغمة ذي، عيت يا تونس يا حبي ننجاتك هالغمة ذي، تغشمني لرياح تهزمني تركبني غصة وحشية، ونشوف تونس ظلمة ما تشوف ويخاتل فيها الحلوف، حشاش غشاش وقطعي يتظاهر بالتقوى والخوف،
نشوفك تلهبني لحريقة ونعيط يا الطاهر شوف نشوفك تلهبني لحريقة ونعيط يا شكري شوف نشوفك تلهبني لحريقة ونعيط حشاد شوف الخضرة هدك هالطعون بركها جريان جوف هات ايدك يا رفيقي هات نغني عالنخلة المزيانة هات ايدك يا رفيقي هات نغني عالنخلة المزيانة هات ايدك يا رفيقي هات نغني عالنخلة المزيانة هات ايدك يا رفيقي هات نغني عالنجمة الصبحية يا رفيقي هات نغني عالشهلة المزيانة هات ايدك يا رفيقي هات نغني عالشهلة المزيانة هات ايدك يا رفيقي هات نغني عالخضرة المزيانة نغني على تونس مزيانة مليانة عز وحرية مليانة عز وحرية مليانة عز وحرية بي كنشوفك نعيط يا شكري شوف نعيط يا حشات شوف هات ايدك يا رفيقي هات نغني عن نجمة الصبحية عليها ما نعرفش بالنسبة لي هكا فما برشا من هتأثر خطر في الأيام هذه بيدها في الفترة هذه وإحنا منها مقبلين بعد منها أسبوع تقريبا باش نحتفلوا باش نتذكروا ذكرى وفاة منها الرفيق شكري بالعيد شكري بالعيد أنه عنده برشا ذكريات عادل معنا رفيقنا اللي رافقنا اللي كانت عنا معها مشوار طويل مشوار معناها كبير مع العلم رفيقة فتحية شوف ثم حاجة مهمة جدا اغتيال شكري 5-6 فيفري هو محاولة اغتيال حركة طلابية كاملة 5 فيفري 72 واضحة واضحة الرسالة اغتيال بالقاسم اليعقوبي كان مناضل ضد الإمبريالية فاغتياله في 24 أفريل واضح الرسالة فكل هذا ما ينجمش يتعدى بالبساطة هذه إذا كانت صدفة فهي صدفة متواطئة ولكن قولوا أن هذه التواريخ ما هيش هينة على تونس محمد دبره من يوم عيد الجمهورية عيد الجمهورية عكل سيفغي بالنسبة لشكري كان مبرمج أنه بشي يغتلوه يوم 5 فيفري وخمسة فيفري هي 5 فيفري 72 والحركة الطلابية والاستيلاء على الاتحاد العام لطلبة تونس والمؤتمر 18 خارق العادة اللي بقينا ندو فيه و18 خارق العادة اللي عملناه في 88 اغتيال وتاريخ معناها بشي يبقى في الذاكرة واغتيال مقصود بالنسبة لي كما مقصود معناها موت بالقاسم اليعقوبي يوم 24 أفريل يوم معناها منهضة اليوم العالمي المنهضة معناها الإمبريالية ما نجمتش نمنع نفسي أني ما نجمتش نمنع تأثري للأسف معناها الشديد ما نجمتش نمنع التأثر متاعي لكن التأثر هذا بشي يبقى موجود في داخلنا بشي يبقى موجود على امتداد معناها تاريخنا حتى تكشف الحقيقة وحتى تكشف الحقيقة بشي يبقى
شكري بالعيد في ذكرتنا كما بقى معناها الفاضل السيسي في ذكرتنا وفي ذكرتنا على طول معناها توا تقريبا من 84 إلى اليوم نحن مازلنا نتذكر الفاضل السيسي وكيفية معناها اغتياله أمام معناها أحد النزول في 3 جانفي 84. من بالقاسم اليعقوبي شكري بالعيد وباش نرجع لكم لكم أنتم شنو تقولوا شعرا لروح معناها شكري بالعيد ونحن معناها نشرف على سنة من وفاته. نحب نذكر أنه اليوم فما احتفال للجبهة الشعبية في باجة لأنه اليوم بالضبط يتزامن أنه باجة هي آخر مكان زاره شكري بالعيد قبل وفاته. زار باجة يوم 3 فبراير وفما معناها احتفال مرور معناها سنة على وفاة معناها شكري بالعيد في باجة وفي نفس الوقت احياء معناها الذكرى وفي نفس الوقت تذكر زيارته معناها لولاية باجة يوم 3 فبراير. طيب ماشي من بلاد لبلاد في قلب الساد والسوار معبي بمحبة الخضرة معبي بمحبة العباد يسمع هموم الزوالي ويهز دين البطال يغني له غناية الخضرة يغني له غناية الأبطال نسمع فيه يغني يغني ويعلي بالصوت يغني بابا حيا خايلو غمض عيني ولا وفالو الكلام نهار اللي دفنتو الخضرة نهار اللي شيعنا يسخيلنا حالو الضحكة وضو عيونو ولا الثان قصودو اللي ساكن في الخضرة يجلجل في شوارع بتراب الخضرة امسح دموعك يزيد هز راسك قوم وكمل شمر ذراعك وايديك غدوة أرضك ترجع خضرة غنيها ويغني معاك نسمع فيه يغني يغني ويعلي بالصوت يغني بابا حيا معمرة ما تموت نسمع فيه
حال أنا أقول أنه اغتيال شهيد شهيد الوطن شكري بالعيد هو اغتيال لمشروع كامل، اغتيال لوعي كان عنده عناوين وعنده الحاوية حاوية الوعي هذايا، الاغتيال كان فيه عدة رسائل كما كان يحكي عادل كما أنت زادة كنت تحكي. يبقى أنه شكري بالعيد مشروع لن يموت، مش بش يموت بالتأكيد، ولن تغتاله رصاصة، مشروع ملتحف بالثقافة، ملتحف بالوعي، ينتصر لقيم قيم الإنسانية، قيم الحداثة، وينتصر لمشروع مشروع وطني حقيقي، ثقافة وطنية حقيقية. لذلك مش معناها شكري بالعيد ما كانش زعيم سياسي فقط، كان شاعر أيضا، كان شاعر، كان يكتب الشعر، نعم كان يكتب الشعر اللي عاش معه وكان يعرفه، كان يكتب يعرف الشعر ويحب الموسيقى ويحب الفن. لذلك وكان كان ما كانش مشروع حزب فقط ولا حزب ولا مشروع كان ثقافي، مشروع ثقافي، كان مشروع وطن كامل. لذلك وكانت عنده رائعة تونس في ذهنه، وكان كل مرة عبر عليها بشكل. لذلك نختار أنه نهدي له قصيدة نسج خيال. نسج خيال. الأيام ماعز جالية، لياليك ثوب جبال، يا بلاد نسج خيال، غنيت لك يا غالية تلعثمت في الموال، غنيت لك في الشاردة والواردة يا سمحة، وشديت بيدي الباردة عالقلب مسخن جرحة، اللفظ ناره هامدة ومعناه يكوي شرحة، وانا صغير وعاشقك والعشق بحر هوال، يا بلاد نسج خيال. غنيت لك في الطالعة والنازلة بثبوت، وصفيت لك طل العرق حبات من ياقوت، ومكادني طول الشجا مكاد عمري فوت، اللي كاد اني عاشقك وما جيت لك عالبال، يا بلاد نسج خيال. وما زال تعبي ملونك، ما زال فيك خضار، وما زلت نابت في مدى لياليك مثل نهار، وما زال نولي ينسجك موال، مالي خيار حتى توافي عاشقك، عاشق وحال وحال، يا بلاد نسج خيال. الأيام ما عز جالية، لياليك ثوب جبال، يا بلاد نسج خيال، غنيت لك يا غالية تلعثمت في الموال. نصر. شكري بالعيد هو ليس مشروع وطن فقط، هو مشروع أكبر من بكثير. لذلك أرادوا أن يخرسوا هذا الصوت، وهذا الصوت لن يخرس أبدا، لن يسكت، لأن شكري سيظل فينا، شكري سيظل في الأجيال في كل هذا الجيل اللي واكب. نعم. وفاته من الشباب الصغير اللي أصبح معناها يتماهى مع شكري بالعيد، ورغم التهديدات المتواصلة، ما زالت التهديدات متواصلة لكل من يعلو صوته، أنا سأقول قصيدة برقية من شكري بالعيد إلى محمد هماني ونبيل بركاتي، الله يرحمهم الزوز. هذا محمد، خليني قبل ما أنت تبدأ معناها ناصر نذكره، خطر الأسماء هذه ما يعرفوهاش السادة المشاهدين، بالنسبة لمحمد أهماني توفى في قرقنة في ديسمبر 81، معناها نبيل بركاتي توفى تحت التعذيب في 86. هذوما كلهم مناضلين من مناضلي اليسار اللي ماتوا كل واحد بطريقة، كل واحد بشكل، وظروف الموت بتاعهم. أي محمد أهماني قدام دارهم مشنوق، ولا أي مشنوق قدام دارهم في قرقنة.
وبالنسبة لنبيل البركاتي نعرفه معناها صموده الله يرحمه، زاد تحية معناها لأهله في جعفور، ما حب معناها تحت التعذيب ولا قال ولا كلمة واحدة لين مات وهو تحت التعذيب. تفضل ناصر. برقية من شكري بالعيد إلى محمد هماني ونبيل البركاتي، ولاد بلادي يا شهادي يلي سكنتوا سجن فسيح، هذا كلامي بعد سلامي نحاكيكم بالصوت فصيح، وكان من عون وسدوا عيوني ولساني داروه شريح، من بعد المخفر هزوني قدام الضابط حطوني وخلوني على الأرض طريح، سكت سنانا ونادى عوانا ما تسمع كان صوت نبيح، سب سيادة سبولا أم الولادة وخلوا دم اليوم يسيح، اخلوا دارا يجوعوا صغارا راس العالي يحب يطيح، جاوبت بالصوت العالي وانا نشالي تهديدك ما هوش صحيح، وراس بلادي وعز بلادي نشيح لك ريقك تشيح، وكن قتلوني وبعد رموني في صحراء وعجاج وريح، الوطن حباني يا بالعيد ويا نبيل ويا هماني في مرقد زعتر وشيح، وكان قتلوني مشغلة من اللي سبقوني نزور رفاقي بلا تصريح، ولاد بلادي يا شهادي هذا كلامي وليك بسلامي. شكرا ناصر. هذا بلادي هذا كلامي وليكم اسلامي. باش نشوف هيثم صمود وانت تحضر مع جيل ما هو جيلك وبعيد عليك شويه وعنده ثقافه اخرى الى غير ذلك، لكن انت مولع بهالجيل هذا باعتبار انك تحب البحث الموسيقي وبديت تقرب معناها مع الفن الملتزم. شنو تعزف لنا هذا توا؟ عزف لنا حاجه قبل ما نحب شيء بلغتنا انت بلغتك انت تاع كشاب نمشوا في نفس السوجي معناتها كيما تحب باه. دونك باش نغني لكم بارتي من كلمتي حرة نتاع عمل مثلوثي بيسكو هي تعبر وتمشي في السياق. اي أنا أحرار ما يخافوش، أنا سرار ما يموتوش، أنا صوت المارس خوش، أنا وسط الفوضى معنا، أنا حق المظلومين يبيعوا في ناس كلاب لتنهب في قمح الدار وتسكر في البيبان قدام وأجل أفكار أنا أحرار ما يخافوش، أنا سرار ما يموتوش، أنا صوت المارس خوش، أنا حر وكلمتي حرة، أنا حر وكلمتي حرة، ما تنساش حق الخبزة وما تنساش زرع الأوسام وما تنساش طير الويل إيه
أنا أحرار ما يخافوش، أنا سرار ما يموتوش، أنا صوت المارس خوش، أنا سر الوردة الحمراء لعشقو حمرة هالسنين اللي تفنو ريحتها نار وخرجت من الحافة نار تنادي على الأحرار. يعطيك صحة، يعطيك صحة هيثم. عندك شي كلمة تحب تقولها بعلاقة بشكري بالعيد وانت من جيل ما خلطتش عليه ما تعرفوش، عرفته من بعد؟ عرفته من بعد صحيح. انا نذكر الله يرحمه، ذكر نهار اللي مات خرجت العشاء متاع الصباح للي زال برا نلقى فم عباد اللي تفهم، ما تعرفوش وقتها جملة. انا انسان ما نفهم السياسة، ما تفهم السياسة تشوفوا في التلفزيون تشوفوا قيت برشا عباد تبكي، قلت لهم مش فاهم وبابا انا وفات بروف، دونك ريتو يبكي زاده في السال دي بروف، ما مانيش فاهم باقي شنو فما. خرجت البركة قالوا لي شكري بالعيد الله يرحمه مات. بالحق وقتها دمعت، مام هاني قلت لك معناتها ما نعرفوش برشا وكل، والله دمعت بالحق خاطر الله يرحمك الله يرحمه. الطريقه اللي تمات بها هي اللي كانت قويه واللي ما سارتش في تونس، واول مره يتم معناها اغتيال شخص، اغتيال شخص قدام معناها دارو قدام وهج الافكار. انت في الاغنيه نتاعك جات الكلمه هذه، وباش نرجعوا لوهج الافكار وباش نشوفوا الافكار هذه نتاع ثقافه المقاومه ونتاع الشعر الملتزم والغناء الملتزم واللي اليوم بدات توصل وبدات زاده توصل، هي من قبل موجوده لكن بدات عندها اليوم رساله اقوى نتصور لأنها المسار مازال معناها طويل. اليوم هل تروا أنتم من وأنتم متابعين للمشغل معناها العام والسياسي إلى غير ذلك أنه وصلناش بعد تصديق على الدستور الحاجة معينة حطيناها من الأفكار هذه داخل الدستور التونسي؟ طيب على كل حال هو مسألة الانتهاء من الدستور والصحيح اللي صار فيه والمعارك اللي تخاضت في مسار كامل، يعني مسار كتابة الدستور في المجلس التأسيسي ومحف العملية الكل خلى، ومن الناس اللي شافته في الإعلام واللي تتفاوت ردات الفعل تتفاوت المواقف، لكن في الأخير اللي نقولوه أنه اللي نجم نقوله أنه يبقى اللي في الدستور يبقى في الدستور في الأخير روح المقاومة اللي في الشارع التونسي، روح المقاومة اللي الروح اللي اكتشفها الشارع في ذاته واللي عبر عليها من في عدة محطات حتى من قبل 14 جانفي في 2008 وفي العديد من المحطات، العديد من المحطات النضالية والانتفاضات. إذن الروحية هذه ماهيش فماش حتى فرصة أنها يتخلى عليها الشارع التونسي وتخلى عليها الشعب. اليوم أصبحت الروح هذه في حتى في السلوكات وفي حرية التعبير في خلينا نقولوا أنه بالنسبة للدستور معناها اللي تم معناها التصديق عليه بأغلبية ساحقة نجم نقولوا 200 معناها عضو صوت على الدستور هذا معناها أغلبية تقريبا شبه معناها مطلقة، فيه العديد من الحقوق والمكتسبات وفيه العديد من المحطات المضيئة وفيه البصمة النضالات الشعب التونسي، لأننا نلقاو العدالة الاجتماعية موجودة في التوطئة، نلقاو معناها التناصب بالنسبة
للنساء ومن طعم على تكافؤ الفرص بين الجنسين منهض منها العنف نلقاه حق المعارضة التي حرمت والتي جرمت واللي كنا نحكيه عليها قبيلة أنه ما عندكش حق تعارض وقت التعارض حتى كي تعمل أغنية ملتزمة ولا تكتب شعر ملتزم تحاصر اليوم معناها أصبح معناها عندك حق أنك موجود حق المعارضة في معناها الدستور التونسي معناها أصبح معناها مسألة مدسترة من حقي أن أكون معارضا للموجود معناها داخل المجتمع للسلطة السياسية إلى غير ذلك معناها حق هذا مهم كبير وصلنا له لكن حب نزيد نذكر بحاجة أنه ما كناش نوصلوا لهذا الدستور اللي فيه زادة ما أخذ ما نقولوش أنه 100% باهي وصلنا معناها ذاك أش وصل التوافق اللي كنصلنا حطينا فيه برشا حاجات مهمة أنه هذا كان نتاج نضالاتنا ونضالات الناس ونتاج معناها اعتصام الرحيل والهبات الشعبية اللي صارت على امتداد معناها 3 شهور والناس معناها صامدة قدام المجلس الوطني التأسيسي ما كانش بس وهذا علاش قلنا نحن هي معارك هي معارك تخاف هو معركة تويكا وما زالت فما معارك أخرى في المسار التأسيسي هذاك في الأخير يبقى اللي نستفيه من المسألة الكل من مسألة دسترت الحقوق هذه وكذا هي على اعتبار انه اي خاطر نجمو شوف ثم فتحي ثم مساله انه تنجم تكون عندك عده اشارات في الدستور اللي في علاقه بالحريات في علاقه لكن هذا حتى الاستبداد راهو الاستبداد عنده اليات اللي معناها يحتوي بها ذاك الدستور وممكن يستلبها ويستلب بروحها أي. انا اللي نحب نقوله انه صحيح في نلقاه في الدستور اطار تشريعي لكن المعركه ما زالت قدام المعركه الاهم هي في روحيه تلك الثقافه هي في روحيه تلك يعني المكاسب اللي وفي تطبيقها وفي مسيره القوانين ونشوف بعد تفعيلها حتى في دستور 59 فما الحريات تصبح ثقافه وقت تصبح ثقافه عامه وقت تصبح معناها الروحيه هذه نتاع التحرر هذه العداله الاجتماعيه تولي كورون في تولي تيار داخل المجتمع موصول طيب. واحد المجتمع هذا اللي طيب ناصر انت معناها باش نزيد نسالك هكا على الدستور ونعرف انك كتبت قصائد على المجلس الوطني التاسيسي كنت نتبع فيك ونقرا لك معناها على شبكه التواصل الاجتماعي لكن في نفس الوقت انت مناضل من مناضلي لحقوق الانسان ومؤخرا كنت معناها طلعت في الهيئه المديره او الفرع معناها نتاع جابس في الرابطه التونسيه لدفاع حقوق الانسان مساله الحريات مساله جاف الدستور إلى غير ذلك إلى أي مدى ترى أنه الدستور هذا يستجيب إلى حد إلى الطموحين وروح معناها حقوق الإنسان في هذا الدستور الدستور اللي تمت المصادقة عليه نحب نقول قبل رغم النواقص اللي موجودة فيه جت بعد نضالات بعد نضالات الناس اللي فاقت وأن دستور ما يسمى بدستور جوان ودستور الحبيب خضر دستور 1 جوان النسخة اللي حبوا يحطوا هنا نعم مسودة الدستور الأولى اللي هي فيها معناها كوارث بأتم معنى الكلمة معناها حتى تنصيص على مدنية الدولة مفقودة ما كانت مفقودة فيها المجتمع المدني بالوعي متاع اللي خرجت نسخة هي من تقريبا حتى قبل سنة حتى قبل أكثر من سنة النسخة الأولى عندما خرجت النسخة الأولى تحركت الناس والمجتمع المدني في كل الجهات وعقدنا ندوات فكرية وناقشنا ناقشنا هذا الدستور ناقشنا محتوى الدستور وحطينا فيه كل النقاط الخطيرة اللي فيه في الوحدة هذا بالتالي ما نتجندت كل قوى المجتمع المدني وناضلت طبعا دم شكري بالعيد ومحمد البراهمي كانت البصمة اللي هو الدم اللي تكتب به هذا الدستور هو اللي كان معنا اللي وجه وانسحاب النواب من بعد اغتيال البراهمي نعم باش نازلت حركة النهضة نقولها بوضوح عن مش نازلت عن مشروعها وعملت شوية تنازلات وجات للتوافق الوطني هي مش تنازل جاء من هدية لا جاء نضالات خاطر عرفوا جيدا وأن المجتمع التونسي لا يقبل بدستور قرى وسطي ولا يقبل بالاستبداد زادة تونس لا يمكن أن تعود إلى الخلف الزمان عجلة الزمان تمشي إلى الأمام هناك مكتسبات للمجتمع التونسي يستحيل لو كان المواطن التونسي يتنازل عليها
مسألة حرية المرأة ومجال الأحوال الشخصية بما فيها وما نطالبه من تطوير فيها, يستحيل كالشعب التونسي يفرط في مكتسباته إلا القليل النادر جدا الذي لا يفكر بالمفهوم التونسي, لا يفكر بالعقلية التونسية, يبحث عن أن يمس هذه المكاسب. بالتالي معناها اللي عنده أزمة هوية, بالنسبة لي نعتبر أنه عنده أزمة هوية, مازال ما يعرفش روحه تونسي وإلا يزم يكون سعودي ولا خليجي, مازال معناها ما تموقعش للحقوق الثقافية لم يتم سنها في الدستور بالطريقة بالشكل اللي المطلوب كانت معناها بالشكل المطلوب من اللي معناها يطالبوا به الفنانين والمثقفين واللي هم أهل الشأن, ماخذوش التوصيات نتاعهم, ماخذوش النصائح نتاع أهل القطاع هذا على خاطر الوضع الثقافي. يتذكر عادل معناها هو معناها كان سير تران في الواحد يعرف للي على الأقل كان فما حريات في أواخر في الثمانينات حتى الأواخر الثمانينات قبل معناها ما تجي تضرب الآلة النوفمبرية تضرب كل ما هو ثقافي وتغلق المنافذ قدام الناس كل كان فما حوايج ما تحبنا توبش لو كان باش نبقوا في الشكل هذا تحبنا تقريب سنوات أخرى باش نضيعها باش نرجعوا إلى تلك المكاسب. بالتالي معنا حق التعبير, أنا لم أكن يوما خاف من التعبير عندما اغتيل أمامي بالقاسم اليعقوبي ورحل بالقاسم اليعقوبي من 2001 أنا وضعت روحي على كفي وكل وعبرت. صحيح تعرضت للتضييق, تحضرت للتجويع إلى الحصار, تعرضت لكن قدرت نقدم المهم الإصرار هوني. نعم, مجموعة البحث الموسيقي ما خرجتش عيون الكلام في سنوات البحث, قدمت أجراس في سنوات الجمر, قدمت الشراع, فما ناس قدمت في الخفاء, قدمت في حدود ما أتيح لها واللي نجمت تعمله على الخفاء, لكن نحب نقول حصار كبير. لكن نحب نقول حاجة, بعد الثورة قفز الكثير, لذلك أنا أقول هناك بعض, أنا لن أسمي أحد, لكن هناك ناس قفزت بعد الثورة وظهرت وأصبحت ثورجية أكثر من قدم. أن أقول إلى هؤلاء على أن يحترموا أنفسهم على الأقل, على الأقل أن يحترموا تجارب الناس الذين كانوا يمسكون الجمرة في ديهم في تلك السنوات, على هؤلاء أن يحترموا أنفسهم. وفي جميع الحالات أنا بالنسبة لي نقول لك نصر أنه ساحة ثقافية باش تتغربل, معناها طق وطار باش تتغربل وباش الغث باش يمشي والسمين باش يظهر كما نقولوا احنا, وباش تظهر معناها الكفاءات وتظهر الحاجات. مش مشكل انه الناس توا فما برشا معناها يعني يقول انت تقول ثورجيين, يعني نقول اكثر من هكا, نقول انه فما ديلي دوغ فونتاش ظهروا لنا بعد 14 جانفي في ولينا نشوفوا برشا ديلي دوغ, واحد يبقى يخضر مين هذايا, كيفاش طلع هذا من وقتاش, كيفاش يعمل. وصلت بالنسبه لي اقول معناها اقولها معناها بسخريه معناها كبيره انه واحد يعمل هكا مجرد فيديو في فيسبوك يعديه هكا يسب حاجة كيف نكاي ساي ولا ليدور ولا معناها زعيم سياسي كبير, وكان تسألوا أي وكان تسألوا على أي حاجة ما يعرف حد شيء. للأسف الشديد ديما فما في كل المراحل هذه راه فما ناس معناها ظواهر صوتية تظهر وبعد تخفت. باش نرجع لك باش تقرأ معناها الشعر, ما باش نمشي نشوف عادل معناها بعلاقة بالدستور وبعلاقة معناها باللي نعيشوه اليوم. احنا مازال كي صار التصديق على الدستور, مازال ايضا كي وقع منح الحكومة الجديدة الثقة, ومازلنا كي بدينا نطويه شوية في الصفحة ونبدأ في صفحة معناها جديدة, وإن شاء الله زاد الصفحة هذه ما تطويلش برشا باش نجموا نمشيوا للانتخابات. لكن علاش نسأل فيكم في برنامج معناها ثقافي, لأني أعتبر أن المثقف الفنان الشاعر إلى غير ذلك عنده دور داخل المجتمع وعنده معناها رأيه كيف وكيف السياسي. عادل, هو الواحد كيف يجي حلل ثم طريقتين, يتحلل بطريقة عميقة ولا بطريقة سطحية تقول أنه إيجابي اللي صار. ولكن أنا عندي بعض الأسئلة نقول اللي دخل قبلة المجلس التأسيسي رفع شعار أنه الديمقراطية حرام وبعد يصادق على الدستور هذا تغير, هذا معناها بالحق هذا عجيب جدا. هاني قلت لك تغير ما سيلش الصراع راهو يطور الناس, يعني هذا نخليه انا بوان دانتيروغاسيون انه انت دخلت المجلس التاسيسي رافع شعارات بعد تصادق على عكس الشعارات اللي رفعتها وقت اللي دخلت. نحكي على نقول اغلبيه توجدت في المجلس التاسيسي بعد نلقاها هي تعلي في صوتها وتقول راني صادقت على هذا الدستور, فنقول له هذه سكيزوفرينية معناها اللي عايشها أنت
يا إما تعتذر إلى الشعب التونسي تقول لهم قد أخطأنا وانتم صحاح، أو أنك نقروا أحنا أنك أنت عايش شخصية مزدوجة أو بفعل فعل، وهذا الخطر فيه، لأنه الدستور الآن يحمي الحريات الفردية بين ظفرين ولكن ما يحميش الحريات الجماعية، لأن الحرية الجماعية مرهونة بنمط الاقتصاد اللي أنت باش تمارسه في تونس. موجود حتى الحرية الجماعية. يعني المشكلة هنا، المشكلة هنا أنه شعارات مثل الشغل استحقاق يا عصابة السراق هو شعار بداوه ده الشعب التونسي في الحوض الملجمي بقفصة 2008 واضح ليش، وقت اللي الدولة تخلت على مهمة من المهام الرئيسية عندها هي مسؤولية عنها الشغل وتوزيع الثروة والثورات في العالم. كي ترجع لتاريخ الثورات، الثورات تبنى على الحقوق الطبيعية وليس الاجتماعية. الحقوق الاجتماعية تهز الاحتجاجات، ولكن المطالبة بالحق الطبيعي، الحق الطبيعي يعني شغل هنا نجم ناخده كحق طبيعي ونجم نقره حق اجتماعي. إذا كان طلب به كحق طبيعي فهنا نتحدث عن انتفاضة ذات أفق ثوري، إذا كان نحكي عليه كحق اجتماعي هو مجرد احتجاج. فأقول حذاري، راهو في نفس الوقت ثم مسار ثوري وفي نفس الوقت ثم مسار آخر وقع الاشتغال عليه، ولهنا نربط بالناس اللي تغيرت مواقفها بين ليلة ونهار وأصبحت تقول في عكس ما بدأت به. فأقول لهنا هناك أوامر أنها تمشي في مسار معين وليس المسار اللي بدأت به، مش على أساس أنها مسارها ثورية، ولكن على أساس أنه ثم هناك خارطة لإنهاء وظيفة الدولة وبداية طرح جديد اسمه البنشماركينج دي فيل، المدن المقاولتية، ويطرح كل شيء للبيع. وأنا هنا لا أستغرب أن راشل الغنوشي ابن المنظومة الأنجلو ساكسونية واللي عاش 23 سنة في منظومة غير منظومة الفرنكوفونية، وأول تسبب بها التوانسة يا فرنكوفوني يعني يا صاحب مبادئ، احنا أنشيرش لفيكاسيتي، أول حاجة حاب يعملها أنه بيع المؤسسات متاع الدولة. وهنا أتصور أنه مهمتهم في هالعامين هذوما هو الإسراع في إخماد صوت اسمه الدولة، الضامن الأساسي ل يعني حرية الزوالي وجيب الزوالي. ولهنا نقول أنه شكري بالعيد والبراهمي المشترك ما بيناتهم هو الدولة الوطنية والتمسك بالدولة كجهاز ينجم يحمي الزوالي. الآن يمكن أن نتحدث بعد المصادقة على الدستور والمطر اللي صبت على حاجة اسمها ليفيل انتروبنوريونال، وهذا خطير جدا، ودخول الشركات متعددة الجنسيات، لأنه اللي صار هو نوع من فتح الباب للأطماع الخارجية بالقانون والدستور. شكرا لك عادل معناها على الرأي هذا. أما خلينا نقول ونبقى وزادة متفائلين، نقول أنه بالنسبة معناها لمصادقة الدستور بهذه الأغلبية أنه فما تأثير، وأنه معناها فما ناس وفما الديمقراطيين اللي داخل المجلس الوطني التأسيسي من نواب معناها الكتلة الديمقراطية لعبوا دور معناها كبير، جابوا الناس والضغط زاد الشعبي من اللي من برا، جابوا هالناس هذه الكليكة اللي طولت معناها الحوار، دور الاتحاد العام التونسي للشغل والرباعي الراعي للحوار. ومثالش خلينا نقولوا أنه وصلوا أنهم يجيوا ويعرفوا أنه تونس مش مسهل أنه ترجع معناها التالي، ومش مسهل أنه تفرط في مكتسباتها وفي الدولة المدنية. وخليوا هذايا نخليوا هذا ما بين معناها قوسين، لأنه الدستور ما هو إلا مبادئ عامة باش نشوفوا معناها تطبيقات الدستور عن طريق القوانين، وقتها باش نقول القانون هذا ماشي مع العدالة الاجتماعية والقانون هذا مش ماشي مع العدالة الاجتماعية، هذا يضمن الحريات هذا ما يضمن معك في هذا، ولكن معك في هذا، ولكن باش نشير مسألة بسيطة جدا. ثم شعار شعبي شعبوية مع كل أسف أنا أقول بعض الأحيان يليتني ما قريت علم اجتماع والفلسفة باش نفهم الأشياء هذه.
شعار في الهم ريت قدش يقلق على الاجتماع أي شعار في الهم عندك ما تختار أي. هو شعار سياسي بامتياز شعبوي وصلنا به واحد وثانيا هو انقلاب على جانفي مش على حاجة أخرى تاريخ تونس هو تاريخ جانفي وجانفي هو نهاية سنة اقتصادية بداية سنة اقتصادية ما نجموش نغطوا عين الشمس بالغربال عندك إشكال على مستوى المنظومة الاقتصادية اللي قاعد تمارس فيها أي. ولذلك ما تنجمش تقول هاني عملته صيي واحد عندك جانفي مهم ياسر أرجع لتاريخك كل خمسة أربع سنوات عندك مسألة دورية في جانفي, في جانفي. اللي هي تمثل أزمة يعني أنت يا أما قاعد كفيلو كاموفلاج لهالأزمة هذه فهمتني وأنه تغطي الحريات الجماعية بحريات فردية وصار صراع كبير برشا معناها ريناه عن طريق المجتمع المدني مع كل احتراماتي المجتمع المدني اللي ننتمي له وقفت معاه ولكن ما يزمناش نغيب حاجة اسمها الإيديولوجيا والخيارات الاقتصادية والسياسية ما تنجم تكون كان على قاعدة الإيديولوجيا والأحزاب السياسية صراحة ما يزمناش نغيبه لأنه صار هجمة كبيرة على الفعل السياسي والرموز السياسيين وحبوا يدرعوا خواطر التوانسة من حاجة اسمها ردوا بكم ذوك مجموعة سياسة هاو نعملوها ديمقراطية لايت نو عكل خلينا من باش نرجعكم للثقافه نبدو شويه على السياسه خلينا بالايديولوجيا والايديولوجيا اسمعني واحد فيق بالحكايه هذه على عنده كل قصيده كامله على جانفي راه على كل نعرف انه في جانفي ديما فما معناها تحركات وديما فما ازمات وديما فما حاجات معناها جديده والكلام فيه جزء كبير معناها نشاطرك فيه وفي بعض حاجات اللي ما شاطركش فيها معاد لاني بالنسبه لي زاد الايديولوجيا راهي تسكر وتخلي الواحد ينظر نظره معناها احاديه سكتير فما ايديولوجيا متحركه وليس جامدة. لا للأسف الشديد أن الإيديولوجيا توا الإيديولوجيا تويك كل الناس الكل فاهمينها بشكل معناها منغلق وبشكل يمشي في اتجاه واحد فقط على كل في تونس نحن في حاجة إلى العيش معا نحب نرجع لناصر الرديسي قصيد قصير بالعربية كاريكاتيري حتى هو طريف طار الطير قرب القمر حتى فوق الشجر بنى العشر ثم غرد هرول ولد نحو المخبز شاهد عين نحوه تهرز ثم تراجع وتردد بكى الطفل لما جاع أبوه ندم لما طاع وجم طويلا وتنهد أكل الشيخ خبز الولد ثم لعن أهل البلد ركع سجد وتعبد صعد الشيخ كرسي العرش ثم صاح هذا رجي شهر الخنجر ثم هدد أسقط شعبي يوما لصا كتب فيه ألف نص نطأ اللص وتجدد أذكر كل منا فقيدا قام يتلو وصايا شهيدة غضب زمجرة وأحدث انتهت. شكرا ليك ذكرتني انت تقرا انت ذكرتني بغنية كنت ديما نحب نسمعها من عادل ونعيط له وقتها لداري قالت سمكة تذكرها عادل قالت سمكة عاش تغنيها توا ولا شنو هي قالت سمكة كانت ممنوعة في التلفزة التونسية 14 جانفي باعتبار انه قالوا لي تزيدها بيت في الاخر هذا وطن خطر هو الطفل من بعد يقول أين وطني قالوا لي يزيدها هذا وطني قلت لهم طون شاور بها عملنا شوية قالت سمكة ونرجع بعد الطيب Thank you.
السمكة رأت الشبكة بيد الولد. قالت السمكة رأت الشبكة بيد الولد. دعني حرة حتى الأبد، دعني حرة حتى الأبد، أفرح مع أسماك النهر، أفرح مع أسماك النهر. قالت السمكة رأت الشبكة بيد الولد. دعني حرة حتى الأبد، دعني حرة حتى الأبد، أسبح بين صخور البحر، أسبح بين صخور البحر. قال الولد ما أجملك، لو أمسكك سأربيك وسأطعمك، لو أمسكك سأربيك وسأطعمك، أجعل منك أحلى سمكة وسط الحوض مثل الملكة، أجعل منك أحلى سمكة وسط الحوض مثل الملكة. بكت السمكة قالت بحروف مرتبكة، بكت السمكة قالت بحروف مرتبكة، بحري وطني نهري وطني، بحري وطني نهري وطني، ابعد عني لا تلمسني، إن تخرجني فستقتلوني، وطني 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 وطني. فبكى الولد مثل السمكة ورمى الشبكة ومضى يصرخ يصرخ يصرخ، من يرشدني من يخبرني، من يرشدني من يخبرني، أين وطني أين وطني، أين وطني أين وطني، أين وطني أين وطني. أين وطني؟ وطني هو تونس. عادل يعطيك الصحة، معناها الأغنية هذه تعرفني نحبها برشا من قبل، وديما معناها على فكرة عادل أصحابني ويه برشا ويجيني معناها للدار، وديما معناها نطلب منه أنه يغني الأغنية هذه. إن شاء الله معناها الجيل الجديد وفيها معناها رمزية، الجيل الجديد يفهم سمكة اللي تحب تخرجها من الماء وهي تقول لك الوطن متاعي. هنا معناها رسالة معناها جميلة برشا، أنه حد من نجم يخرجنا من الوطن متاعنا، خاطر كي نخرجوا من الوطن هذايا نفقدوا معناها روحنا، ونجم روح يموت، لكن في نفس الوقت وقت اللي الإنسان يتسائل فين الوطن متاعي وهو يبدأ محاصر، طيب شنو ممكن هكا حاجة على الوطن على تونس، وانت كتبت حاجة حلوة على تونس ممكن أنك تقول بها باش نخلطوا، خاطر تقريبا قريب نخلطوا معناها نهاية الحصة. وعلى حبيت ممكن في إجابة أخرى نفس الأسئلة ونفس الهموم، نفس السؤال، نفس الأسئلة ونفس الهموم، نقول قصيدة حب أو محاولة لقول الحب بشكل آخر، ممكن ممكن إجابة، مشكلة عندكم مشكلة مع الحب والله العلي العظيم، ممكن إجابة 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 على السؤال، أنه عندكم مشكلة مع الحب. لا اللي يكتبوا الأغنية الملتزمة ما يكتبوش ما يكتبوش على الحب، ما يكتبوش على مشاعرهم. لا هو في الأخير المشاعر متداخلة بين بالعاطفة وال نعرف نعرف هو الشعر بطبيعته فيه مشاعر، أما معناها على الحب كموضوع، واللي بالنسبة لي ديما نقولها أرقى معناها إحساس ممكن أن يحس به الإنسان طبعاً. هو اللي يرقى بإنسانية الإنسان راهو طبعا. على كل أي حب نشوف الحب مقطوعة نقرأ مقطوعة جناح وهبت ريح. نحب نسرق لك من الغناية جناح وهبت ريح، وكيف الليل يطيح تلقى وين تلاقي روحك وتلقى وين تريح. نحب نسرق لك أول كلمة جرحت في موال، طحن الدم غزال، وروات البارح واليوم وغدوة اللي مازال،
نسرقها لك من ضحكتها من دمع اللسان، وكيف الليل يطيح تلقى باش تبل عروقك لما عروقي تشيح. نحب نسرق لك سبع عجايب من صوت الغناي، موصلهمش الناي ومعتبهمش الوقت الخايب ماشي ولا جاي. نسرقهم لك ذكرى ذكرى من الدهر النساي، وكيف الليل يطيح تلقى باش تهدي جروحك لما جروحي تفيح. نسرق لك من لحن وجاعي ما يداوي الاوجاع وما يدفي الاضلاع وما يوحد حلمين عيونك وعيون الجياع. نسرق لك عشقه من بلادي بين ملقى وضياع، وكل ما الليل يطيح يتداعى في طرف عيونك يتلاشى ويريح. نحب نسرق لك من الغناية احلى ما فيها الغناية. ناصر شو ترد عليه؟ كان الحصة معنا في قريب تنتهي، لابد أن ألقي نص إلى بالقسم يعقوبي. سألقي نص بالقسم يعقوبي الكاهنة. يقول بالقسم يعقوبي: للكاهنة هزوا سلامي بكل، وقولوا لها مسامح زيتوني ولا، وللجازية تسوي الشعر تحلى تدهن ضفيرتها سواد الليل، احنا قمحنا يسفر عقاب الليل، فصفاتنا يسفر عقاب الليل، يطوف البحر الميل بعد الميل. يا بن غذاهم ولوا جنودك خيل، ولا الركيض صهيل كبير اللجام كبير، والنسر ولا طير أعلى جبل كبير في القاع كل أسرارة. اليوم شعرنا في الزير وكلامنا قصدير، ما عرفت واش ندير. أيوب ماتوا صغارة والصبر مات بعارة، مشاع ولا الموت كثروا الخطب كل حد لإشكارة. احتل الجباه التلج والقلب وجدة نارة، ولاش تحرقوا الاعصار يا سمسارة. مماتشي 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 جيفارا، مماتشي جيفارا. جيفارا موجود، وجيفارا معناها حي كيف وكيف، معناها العديد من الرموز. ونشوفوا الشباب زاد كيفاش يتماها بجيفارا. وجيفارا ذكر على الأقل نقول إن مثلا من بين المقولات متاعه: إن عملنا كله هو صرخة ضد الإمبريالية، فأهلا وسهلا بالموت أينما فاجأتنا، شرط أن تسمع صرختنا وأن تمتد يد أخرى لتحمل معناها سلاحنا. وهني هاي معناها رد نتاع جيفارا، في باعتبار أنه بالقسم اليعقوبي بيدو كما قلنا توفى في يوم 24 أفريل، أي يوم العالمي لمناهضة الإمبريالية. هذا الرد نتاع جيفارا: العمل متاعنا متواصل لننهض الإمبريالية، لينهض معناها كل مناهضين للإمبريالية، هذه الإمبريالية الوحشية اللي زادت فقرت معناها أي فقرت معناها الشعوب وفقرت معناها الإنسان. فما موضوع أخير نحب نحكي فيه معكم، أنه الملتزمين الكل 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 من شعراء ومن فنانين ومن معناها كتاب روائيين إلى آخر ذلك، فما قضية أخرى معناها لازمتنا على امتداد معناها أجيالنا، ويبدو لي أنكم عرفتوا شنية هالقضية هذه، اللي هي قضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية كانت موجودة في معناها تراثنا، في حكاياتنا، في نضالاتنا، في كل شيء في كل شيء في كل شيء. اليوم معناها القضية الفلسطينية ما زالت معناها عالقة، ما زالت فيها برشا معناها إشكاليات. علاش قلت القضية الفلسطينية؟ لأني بحذية هيثم وعنده غنية على غزة، خلنا نسمعه هو ومن بعد نحكيه شوية على القضية نتاع فلسطين. دونك باش تكون غنيه بالانجلي، اي خلينا نسمع الانجليز ونسمع الغربي. A blinding, a flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People are running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their plane, with reverend flyer plane.
And the tears and the blood and your pain, you can still hear the voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our masks and our homes and our schools, but our spirits will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women or children alike, knowing their massacres night after night. Why the so-called leaders of countries apart, debating on who's wrong or right. But the powerless word were in vain, and the bones feel sound like acid rain. And the tears and the blood and the pain, you can still hear the voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our masks and our homes and our schools, but our spirits will never die. We will not go down in Gaza tonight. In Gaza tonight. اللي عجبني فيك هيثم انك تغني بياسر احساس وتنفعل هكا وفما تناسق مع الآلة معناها الجيتارة اللي عندك. هذا نموذج نتاع عجيل نتاع جديد اللي يغني بالانجليزيه. لو كنت تعطينا شويه شنو هي الاغنيه اش تقول بالضبط على غزه؟ بالضبط هكا ترجمه صغيره للناس اللي نسمع يشوفوا فينا معنا مش بالضروره باش تترجم هنا الكلها محتواها. غزه تونايت انا شديت في راسي تشوفوا الرفران وي ويل نوت جو داون ان ذا نايت وذاوت ا فايت. مانيش كيفاش باش نفسر متى بالعربي عاود لي. We will not go down. متى كيفاه مش نرجعوا للداون ديما ديما قدام مازال معناها الامام هو امامنا أي. الامام معناها هو طريقنا فماش معناها تراجع الى الوراء. المهم انه ننظر ديما للامام وهذه رساله مهمه على كل رساله انه ديما ورساله لكل معناها المناضلين والكل التونسي انه لا يجب ان ننظر الكثير معناها خلفنا بل ننظر دائما الى الامام باش نجموا نقدموا باش نجموا ايضا معناها نحثوا تغييرات داخل المجتمع. القضيه الفلسطينيه أثيرت الكثير والكثير معناها من الجدل أو أثير الكثير من الجدل حولها في الفترة هذه معناها نتاع المصادقة على الدستور. وشفنا وتبعنا ليلة معناها منح الثقة للحكومة الجدل اللي صار حول معناها وزيرة السياحة ومشيت وما مشيتش. خليني نقول هوني على الأقل من خلال هذا البرنامج أنه فلسطين معناها تم تقسيمها بمقتضى القرار 181 للأمم المتحدة إلى ثلاث كيانات. الكيان الأول هو كيان عرب فلسطين 48 واللي على الأراضي هذه نتاع 48 أقيمت ما سميت بدولة إسرائيل. والكيان الثاني هو العرب الموجودين في 67 أراضي 67 واللي من المفروض أنها تقام عليها دولة فلسطين. ثم بالنسبة للكيان الثالث هو القدس وبيت لحم اللي باش يبقاو تحت سواديزون الرعاية معناها الدولية. ثلاثة كيانات هذوما موجودين نسبيا داخل الآن معناها موجودين ماهوش بنفس الطريقة نتاع القرار 181. هنالك فلسطينيين توجدوا في الأراضي هذه نتاع 48 بالقوة أصبحوا مواطنين إسرائيليين. برشا منهم شفناهم في الكنيسة الإسرائيلي من بينهم الشاعر الفلسطيني الكبير معناها توفيق زياد اللي رافق معناها في مسار شعره ورافق محمود درويش ورافق العديد معناها من الكتاب الكبار وخاض العديد من المعارك داخل الكنيسة الإسرائيلي. اليوم فما برشا ضبابية حول الموضوع التطبيع وإلى غير ذلك ومشاكل معناها كبيرة. من التأكيد أنه ما احناش مع التطبيع لكن في نفس الوقت نعرف
من خلال على الأقل نشاطي في جمعيات حقوقية، جمعيات معناها حقوق إنسان إلى غير ذلك، أنه في وقت من الأوقات كان فما صعوبة كبيرة لاستضافة الفلسطينيين تاع عرب 48، وكان فما حتى صعوبة كيفاش باش تتعامل معهم، كيفاش باش تجيبهم، كيف منين باش تاخذهم التأشيرة إلى غير ذلك. وهذا يعرفوه كل المناضلين في مجال حقوق معناها الإنسان. وفي وقت من الأوقات أيضا وقت اللي كان فما معناها بعد اتفاقية أوسلو كان ممكن أنه اللي يحب يزور معناها فلسطين إيه عن طريق السفارة الفلسطينية، لكن ما يقعش الطبعان على الباسبور متاعه، لأنه الطبعان موجود موجود راهو، حتى اللي يمشي عن طريق معناها معبر رفح طبعاً كانوا يطلبوا العرب معناها أو أي معناها عربي من جنسية عربية أنه يقع طبع الباسبور متاعه على ورقة مختلفة بعيدة على الباسبور باش نجم يدخل الأراضي الفلسطينية، اللي في وقت من الأوقات كانت تحب الناس تجيها باش ما يقعش معناها عزلها، وبعدين تنحى هذا ولا الإجراء أنك ما تنجم تدخل كان عبر معناها تل أبيب. هذا ينقلوه معناها للتاريخ فقط، ومعناها وما هوش معناها للمزايدة، لأنه ساعات ندخل في مزايدات للأسف الشديد أنه نقولها كناشطة داخل المجتمع، كناشطة معناها في الحق المدني، في الحق المعني السياسي، هنالك العديد من النواب اللي أساءوا حتى القضية الفلسطينية من خلال العديد من المداخلات اللي قاموا بها للأسف الشديد. نقولوا هذا رأيي، معناها نعبر عليه كيف ما هو، معناها باش ما نحبش انه ما يكونش فما هالراي هذا ونبقاو ديما ما عندناش نفس الثقافه، وعلى الاقل نمروا نقولوا يا ناس شوفوا المراحل اللي مرت بها القضيه الفلسطينيه، شوفوا معناها الحاجات اللي عند المحطات التاريخيه، القرارات نتاع الامم المتحده، الاراضي نتاع 48 و67 اللي ما عادش هي، توا اسرائيل خذت اكثر من الاراضي نتاع 67، وما عادش حتى توا الفلسطينيين يحاولوا انه نطبقوا القرار 181، خلينا على أقل نطبقوا هذه كمرحلة أولى. يعني فما برشا حاجات اللي تغيب علينا واللي بعلاقة بالقضية الفلسطينية نتعاملوا بانفعال، لكن ما نشوفوش معناها شنو صار على أرض الواقع. الفلسطين شنو ممكن تقولوا لها شعرا وإلا معناها كلام إيش تنجم تقول؟ طيب على كل حال تعقيب على التعقيب على كلامي على إيه على كلامك، ممكن ملاحظة أنه صحيح أثيرت أثير جدل، أثير جدل كبير خارج المجلس التأسيسي كما داخل. يعني نحكي المجلس على يوم منح الحكومة، لأن هناك نهارتها كان فما كلام خارج بالنسبة لي على اللياقة ويمس من الحرمة المعنوية والجسدية ممكن للأشخاص، ممكن المس بالأشخاص بالأشخاص هذا مرفوض مرفوض طبعا، لكن في الأخير يبقى هذا، لأنه مش كما مواطن إنسان بسيط عادي يسمع مجرد خبر على الفيسبوك ولا على في مش كما حكومة ودوائر معناها تشتغل واشتغلت على الحكومة هذه وتعرف ايش عندها وايش ما عندهاش، تعرف وزراء من نوع هذايا اللي باش تقدموا للمجلس التأسيسي وعندهم إشكالية ما معلقة. نحن رينا حتى في داخل المجلس التأسيسي معناها حتى الشائبة موجودة، رئيس الحكومة معناها يحاول باش يبحث مع المعني بالأمر أو المعنية بالأمر يحاول باش يبحث معها في لحظة كما هكاك. أيضا حتى المسألة كانت طبيعي جدا أنها تثير القلاقل تثير الغبار، لكن في الأخير يبقى مسألة التطبيع على القلائل. لا في الأخير مسألة التطبيع مرفوضة شعبيا، مرفوضة في الوسط، يعني مفهوم التطبيع يتوضح للناس معناها وهذا التطبيع. هذا المطلوب هل أنه أيضا عندما أمر معناها نمشي مثلا كما قلت حتى عبر مثلا معبر رفح في تدريب معين معناها ويزمني باش نمر وباش نمر بشكون شكون في الديوانة تمام إسرائيليين، هذا كان سمي التطبيع ولا مثلا معناها التطبيع يزمنا نفهموه ايش معناها اللي ما تعملش هذا المطلوب هذا المطلوب هذا المطلوب معناها نوصلوا انه التبسيط معناها بشكل هذايا تحديد المسائل هذه تحديد المسائل هذه. وايضا حتى في لما لا تكون ثم اجابه واضحه وشفافه، هنا نقولوا احنا في اجابه واضحه على الاقل هذا الناس. لا في الاخير مش المطلوب من شاعر او موسيقي لا لا لا, 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 لا مش نحكي من مطلوب من الجهات المسؤوله، المطلوب من الجهات المسؤوله انها تكون هي اللي مطالبه انها تكون شفافه انها تجيب على هالاسئله هذه.
هناك إجابات على كل حصلت حتى من داخل الأراضي معناها الفلسطينية بعلاقة بهذا الموضوع باش توضح خاطر الرأي العام التونسي هوني المسألة هذه مسألة معناها ضبابية معناها ضبابية وفيها إشكال معناها هذا كبير. هذه الضبابية في الأخير هي التي تبرر الخبار هذا لكن لا تبرر المساس بالأشخاص والحرمات الشخصية الحرمة الجسدية هذا والمعنوية ما تبرروش حتى طرف خاصة إذا كانت جي من نواب لمجلس الشعب اللي هما يلزمهم يكونوا قدوة للناس يعطيك صح خاصة ما جاتش وكأنها حادثة مجرد حادثة هكا جات في سياق لأني نجم نقرأها قراءة أخرى أنه قاعد تركيز على هذا الموضوع حتى يتم التغافل على موضوع آخر أخرى. هذا ممكن لكن في سياق القضية في علاقة بالقضية الفلسطينية أنه كان ثم مطلب لدسترة تجريم التطبيع هذا رفض في محطة ما ثم قلاقل من نوع هذا التطبيع راهو يبقى ديما موقف سياسي موقف سياسي التطبيع هو موقف سياسي أنك أنت لا تطبع مع الكيان الصهيوني وهذا موقف يزم تطلع يزم يكون فما التزام للحكومات به والتزام معناها من الشعوب معناها بهذايا أكثر هو. من أنه يكون بند موجود في الدستور ينجم يكون بند موجود في الدستور ويقع معناها كيف الحريات موجود وما نطبقش الحريات تطبيع موقف سياسي تطبيع موقف سياسي كذلك أنا اليوم في محطة سياسية أنا نحكي مانيش نحكي على مواطن هو نحن نحكي على نحن نحكي على مسؤول سياسي خلينا باش نتجاوزوا احنا الموضوع هذايا خلينا الفلسطين شنو ممكن أن تقولوا لها انديبوندامون من التطبيع ومن الجدل معناها السياسي نخليوها للبرامج معناها السياسيه وللسياسيين حبيت اني نعمل اطلاله لانه ما نعتبرش انه الانسان المثقف ولا اي ولا برنامج ثقافي ما فماش فيه ما يتدخلش الثقافه السياسه بالاساس الاجتماعيه المواضيع الاجتماعيه المواضيع السياسيه المواضيع المراه مواضيع سياسيه معناها السياسة تدخل هكا ولا هكا فلسطين شنو تقول هكا شعرا هدية معناها الفلسطين حتى ممكن من أشعار معناها أو من شعر المقاومة لأي شعر قصائد من شعراء قصائد الفلسطين ممكن عندي القصائد طويلة نوعا ما لكن نختار مقطوعة مقطوعة قصيرة جدا طار الحجر من كفي ورمي الحجارة مراس طار الحجر من كفي ورمي الحجارة مراس بجنبي ولد من صفي أصمر قمح ومصفي قال لي الوطن ما يكفي وإحنا أو القدناص صاح الحجر يا ريتني يا ريت كنت رصاص يا ريت كنت رصاص وان شاء الله معناها علاقة محمد الدره محمد الدره واختياله معناها وهو في حضن معناها والده ناصر انا بين قوسين انه باختصار شديد ما وقع في المجلس التاسيسي يعني ما هو معناها هو لقطه من لقطات مسرح سيرك عمار سيرك مره اخرى يعطيك الصحه ونغلق القوس هذا ما يمنعنيش وكون معناها مساله التطبيع هي محسومه عندي التطبيع مع الكيان الصهيوني مع هذا لا جدال فيها لا جدال فيه ولا نقاش فيها انا اقول للشعب الفلسطيني ولا اذا الشجاعه تثني انت ثاني واذا ثنيت يا شعب مش خساره التاريخ يذكر يوم ما ينساني ايلول صدره والف غاره وغاره سطحت صفحه الحرمان وهمي بالذل عجرم هالعسل في فمي وخطيت بالحرف الغليظ الدمي النصر للثوار اغلى بشاره نحييك بخشوع يا رفيقتي يا امي يا اول دروس الدرب للسمساره سطحت صفحه يوم اسود عار ايلول اسود دمنا يا حمار خليل يافا يا قدس ما تبكيني عميل ذبح كلنا انصار دلال اصحي درسي وريني والدرس عندك في البارود والنار يعطيك الصحة دلال معناها المغربي أيلول الأسود ذكرتنا بأيلول الأسود وهذه محطة من المحطات معناها الخايبة برشا في تاريخنا معناها تاريخنا العربي وخليني نذكر هوني زاد الحرب نتاع 48 حرب الجيوش العربية كيفاش معناها في الأخر خسرت
وخليت المكان معناها اي نكبه ونكبه زاد 67 العديد من المحطات اللي والمجزره نتاع صبره وشتيله وغيرها محطات كبيره 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 معناها دير ياسين العديد العديد الحق. تحيه لروح دلال معناها المغربي اللي ضحات معناها في اطار معناها فدائيه ضحات معناها بروحها من اجل معناها الوطن نتاعها وطنها فلسطين. عادل فلسطين عندك علاقه بالنسبه لي خليني نوصفها بطريقة أخرى معناها علاقتك بفلسطين من خلال علاقتك بالشعر شعر المقاومة ومن خلال علاقتك بشعر يجمعنا وشعر أنت تحبه وأني نحبه محمود درويش. شنو تغنينا ما غير ما تقولنا حد شيء لأن أشرفنا على نهاية الحصة شنو تغنينا ونعرف أنك أنت لحنت المحمود درويش فميسيش أقول حاجة بسيطة برش أي قول وأنت تعدل في العود. التاريخ كمادة يدرس في أمريكا وفي إسرائيل في حد ذاتها خلينا ما يسمى بإسرائيل لأن ما حناش معترفين بهذا الكيان ما يسيرش يقريوا أن التاريخ هو نظرة أيضا المستقبل. هناك مشروع كامل ل 2050 وقت اللي تولي الانتخابات بالمنطقة الديمقراطية العرب يهزوها باعتبار أنه عدد العرب أكبر من عدد الكيان الصهيوني في مسألة الولادة. لذلك منذ حوالي 5 سنوات بدأ التخطيط والعمل على تحويل هذه المنطقة إلى دولة يهودية وغزة دولة إسلامية. أي. فحذاري هناك كيانات وأحسن تطبيع مع الكيان الصهيوني هي دولة. هو أنك تدافع على الكيانات الدينية أي أي وهذا هو الخطر وهذا هو بده تتفصل معناها معناها تكسير حركة التحرير منظمة التحرير الفلسطينية وعدم دخول أسامي من الحركة الإسلامية والله. للأسف معناها شديد نقولوها لغلب هذا هو وتوى معناها موجود عندنا دولة في معناها شرعية في الضفة وعندنا ما غاديك الناس دولة مستقلة يا غزاوية مقابل يا فلسطينية جنوب لبنان مقابل لبنان الفلوجة مقابل العراق هذا هو الخطر لأنه احنا لهنا وعلاش حبيت محمود درويش لأنه أكثر واحد فاهم قضيته وفاهم ما معنى مرضية المكان لا ويخاطبوا فينا بطريقة بأمراضنا أمراضنا في علاقتنا المرضية بالمكان والزمان ولا. التاريخ عنا هو تاريخ ماضي وعمرنا ماضوي وقتل الدرة مشبوه دليل على أنه قتل المستقبل وهذا اللي صار وهذا هو هذه رمزيات عادل هذه رمزيات عبر عليها محمود درويش في قصيده وقت يقول ما أريد سأصير يوما ما أريد سأصير يوما فكرة لا سيف يحملها ما أريد سأصير يوما ما أريد سأصير يوما فكرة لا سيف يحملها سأصير يوما طائرا وأسل من عدمي وجودي كلما احترق الجناحان أنا حوار الحالمين أنا الغياب أنا السماوي الطريد أنا حوار الحالمين أنا الغياب أنا السماوي الطريد سأصير يوما شاعرا شاعرا سأصير يوما شاعرا شاعرا سأصير لغتي مجاز للمجاز فلا أقول ولا أشير إلى المكان لغتي مجاز للمجاز فلا أقول ولا أشير إلى المكان ياسمي أين نحن الآن
قل ما الآن ما الغد يسمي أين نحن الآن قل ما الآن ما الغد ما الزمان ما المكان ما القديم ما الحديث ما نريد سنكون يوما ما نريد سنكون يوما فكرة لا سيف يحملها ما نريد سنكون يوما ما نريد سنكون يوما فكرة لا سيف يحملها سنكون يوما ما نريد أنا حوار الحالمين أنا الغياب أنا السماوي الطري سنكون يوما ما نريد وسنكون شعبا كما نريد أيضا حكا نكون وصلنا معناها نهاية البرنامج متاعنا ما قبل من نقوله معناها تحية الختام نحب نرجع الهيثم شنو الكلمة اللي تحب تقولها ولا رسالة تحب تقولها لزملائك اللي يسمعوا فيك ويشاهدوا فيك ما بعد ما عملت معنا الحصة هذه ورفاق الجيل ما هو جيلك ما تسلموش والله بالحق خاطر الفرص تجي بالحق ما تسلموش ما نحبش الكلمة هذه ما نسلموش خاطر كنتي أقصيت روحك من هوني ما نسلموش بالحق خاطر اللي يسلم ما عنده وين يوصل مام حتى باش تعذب وكل ما حط في قلبك وتوصل والله. طيب شنو تحب تقول في نهاية الحصة أنا نشكرك على الحصة هذه وعلى الفضاء اللي تفتحنا نقول في الأخر أيامنا جناحات غزل الريح والريح شتى توزعت جهات بعض الخطاوي ماشية وتطيح وبعض الخطاوي خذات عطيحات وإحنا النخيل إحنا لقحنا طرحنا وإحنا السنابل نابتة في المحنة سحنا حفينا الليل وتجرحنا ونبتت خطاوينا مع الكلمات لتحطنا ولتهزنا الهزات وللريح مهما توزع الجهات وأيامنا أيامنا جناحات أيامنا جناحات باهي مهم برشا برشا خطر اليوم إني بدي في الصباح كتبت هكا حويجة على النخلة المنتصبة اللي بديما منتصبة وفي نفس الوقت على الريح اللي مهما يكون فما رياح ماهيش الريح هذية باش ترجعنا التالي وكونتخاخ الريح باش تعطينا دفع القدام وننظر القدام نصر شكرا على الفرصة الجميلة هذه اللقاء مع صديقي الطيب وعلاق وصديقي عادل هي فرصة ما زوز بوعلاق ما يكونوش من بعضهم راح واحد من سلينا والآخر من صديقي قديم نعرفهم اكتشاف اكتشاف هيثم هيثم اللي هو من حبيتها رسالة للشباب الجيلة باش يختاروا رقي الفن وعلى الكل تحية لكل الفريق العامل في هالإذاعة في هذه القناة المناضلة بما فيهم ما وراء الكواليس اللي نشوفه في جهادهم ونشوفه خاصة بالنسبة لأروى والمي ومي هي راهي فلسطينية لبنانية معنا في الواحد وهي اللي تقوم بعملية المونتاج الكليك ونجدد في الختام منها إلا دعوة للسلطات المعنية إلى كل الاتحاد العام التونسي للشغل اللي عنده الملف نتاع بنات بقسم اليعقوبي وكونهم يسرعوا في حل المشكل نتاع العائلة هذه لأنهم يعيشوا في ظروف اجتماعية سيئة الأبد الحدود سيئة جدا 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 عادل بالنسبة لي سيد درويش ونخدمه بسيد درويش أهدى اللي صار لا حبيت نخدم بقصيدة هني جبت الورقة متاحة اختم باللي تحب نزلت عملتها ولكن هديها كل الشهداء واللي كتبها هو عبد الوهاب البياتي هاي آخر ما نهنا خم عادل لن يموت الشهداء لن يموت الشهداء هم البذرة الزهرة في الأرض الشهداء لن يموت الشهداء هم الساحل البحر والشعر كلما خيم ليل أينع بستان وخار الفقراء كلما خيم ليل أينع بستان وخار الفقراء
وطن حر شعب صامد في كبرياء وطن حر شعب صامد في كبرياء لم يلن في قبضة الجلاد أو أياد الوحوش الجبناء لم يلن في قبضة الجلاد أو أياد الوحوش الجبناء كلما خيم ليل أينع بستان وثار الفقراء وطن حر شعب صامد في كبرياء يزرعون الأرض بالورود وطن حر شعب صامد في كبرياء يزرعون الأرض بالورود وطن حر شعب صامد في كبرياء. شكرا لك عادل على الغنية هذية اللي قلت لشكون البياتي بياتي عبد الوهاب البياتي معناها نكونوا هكا كملنا الحصة متاعنا ما خذيت من الغنية متاعك باش ولا من الشعر متاع عبد الوهاب البياتي لن يموت الشهداء هم الساحل هم البحر كلما خيم ليل أين بستان وثار الفقراء وطن حر شعب صامد في كبرياء يزرعون الورود وبالنسبة لي نقول من لم يزرع الورود ومن لم يعشق الورود إنه لا يحب الحياة إلى اللقاء. ملكش حد يتلوم عليا.